لا تحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، فماذا ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء؟ رسائل أنه يكفي رحيل من المكان الذي نحب، سوريا أو حتى أي حدا ما بحب يترك بلده ولا حدا، يعني وذكرياته ومشاعره وحيطان بيته وريحة بلده، ما حدا بحب يترك هذا المكان يعني اللي نشأ فيه، أكيد هذا بيكون غالي عليه. فنحن أجبرنا على هذا الترحال لسبب من الأسباب، لظرف من الظروف، وضعنا بالبحر وضاعت هويتنا وما عاد عرفنا نلاقيها. يا الله يا عرب، شو بحبك وشو بفتخر فيك. وأنا بموت فيك وبدي تيجي تحضري معي. يا ريت. بدي. وأنا بدي تيجي وتشوفي قديش عم يلعبوني هون لحتى أعمل معي. العمل هذا يطرح قضية الهم السوري والواقع السوري الحالي، اللي هو يتحدث على شأن داخلي، على الوضع الداخلي السوري اللي هو وضع يعني لا يختلف في حقيقة الأمر عن بقية البلدان العربية. الشباب السوري المهاجر في قوارب الموت، الفار من بلده، هذا الشاب الذي ولى وجهه بعد أن تحطم أحلامه. شكرا لك أيها البحر الذي استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر. شكرا للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن ديني ولا انتمائي السياسي. شكرا لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لمدة 5 دقائق كل ساعة ولمدة يومين.